السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من مادة اللغة العربية. درسنا لهذا اليوم كان وأخواتها. أنتم تذكرون وأخذنا سابقا أن الأسماء، وقلنا المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر قلنا هو جملة اسمية، المبتدأ هو اسم والخبر هو اسم. كان وأخواتها أدوات، هي أفعال بالحقيقة، تدخل على اليمين، تدخل على المبتدأ والخبر. كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول اسما لها، يعني المبتدأ يبقى مرفوع، وتنصب الثاني خبرا لها. ترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها. كان وأخواتها أكو عندها مجموعة من الأفعال، راح نقولهن، وكل فعل شي يفيد. الشيء الآخر اللي لازم تعرفه أنه أدوات الرفع، إحنا مثل ما تذكرون أنه نرفع المفرد بالضمة وجمع المؤنث السالم، ونرفع الألف بالألف إذا كان مثنى، وبالواو إذا كان جمع مذكر سالم. النصب إذا كانت النصب مفرد فهو الفتحة، بينما جمع المؤنث السالم بالكسرة بدل الفتحة، خلوها ببالكم، وجمع والمثنى بالياء، والجمع المذكر السالم ايضا بالياء. زين، شوفوا هاي الكلمات، مثلا صار الحاسوب ضروره باعوا، الحاسوب مبتدا وضروره خبر، دخل عليها صار، فصار صار رفع الاول ونصب الثاني. احنا قلنا لكم المبتدا لازم موجود بالجمله، احيانا الخبر غير موجود، احيانا الخبر غير موجود، وهذه حالات نادرة. إذا الخبر ما موجود فأما يكون جملة فعلية، يا أما يكون جملة شبه جار ومجرور، يعني بحرف جر، مثل كان الكتاب في الحديقة، أو كان الكتاب على المنضدة. كان الكتاب، كان الكتاب اسم، كان خبر، كان وين خبر، كان هو شبه الجملة، هاي دير بالكم عليها. وأيضا أن يكون جملة فعلية، مثلا أضحى المقاتلون، أضحى المقاتلون يتدربون، مثلا يتدربون على القتال. أضحى المقاتلون، المقاتلون اسم أضحى، صح، مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. يتدربون شنو؟ يتدربون فعل، فهاي جملة فعلية في محل رفع خبر كان. أحيانا الخبر، هاي أحيانا يجيني أما شبه جملة جار ومجرور، يا أما يكون جملة فعلية. زين، نجي مثلا أمسى العالم قرية، أيضا ليس الخجل طريق الوصول، باعوا طريق الوصول. وأرجع وأذكركم بهاي، أقول لكم أنه إذا كان نكرة أضيفت إلى معرفة فالوراء مضاف إليه، خلوها ببالكم. هاي تجي مع المبتدأ أو تجي مع الخبر. بقى عندنا شنو؟ أنه نعرف أنه شو تفيد أخوات كان تفيد التوقيت في الزمان الماضي، كان تفيد التوقيت في الزمان الماضي. أيضا أصبح تفيد التوقيت في الصباح، أضحى تفيد التوقيت في الضحى، أمسى تفيد التوقيت في المساء، بات تفيد التوقيت في الليل، ظل تفيد التوقيت المستمر، وصار تفيد التحويل من حالة إلى أخرى، وليس تفيد النفي. الشيء الآخر اللي لازم تعرفوه انه ذني افعال ناقصه، افعال شنو؟ ناقصه، يعني اعربها فعل ماضي ناقص، او فعل ماضي ناقص يدخل على المبتدا والخبر، يرفع الاول اسما له وينصب الثاني خبرا له. احيانا تصير مضارعه، يعني مثلا يصبح، تصير، يبيت، ليس مصير، لان ليس هي ما يصير تصير بالمضارع. بعد تكون أو يكون، هذه كلها هي تبقى نفس موقعها بالجملة، بس من تنعرب، ما تنعرب مثلا تصير وأعربها، لا أعربها فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ما أعربها فعل ماضي ناقص، فعل ماضي ناقص إذا كان ناقص. الشيء الآخر أنه إذا كانت إحنا نخاطب مؤنث أو نتكلم عن مؤنث، شو تصير؟ تصير تاء التأنيث الساكنة، مثلا كانت الطالبة مجدة، زين، كانت، أصبحت، أمست، هنا تاء تنعرب تاء التأنيث الساكنة، لا محل لها من الإعراب. زين، هذه الشيء المهم الآخر.
احنا قلنا لكم انه في حالة الرفع ترفع، في حالة النصب يكون الفتحة اذا كان مفرد، والياء اذا كان مثنى او جمع مذكر سالم، والكسرة بدل الفتحة اذا كان جمع مؤنث سالم. زين، نجي هنا التمرين المحلول نقرأ صفحة 25، يقول تصير الشجرات مورقات في الربيع. شوفوا تصير هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، دخل على المبتدأ والخبر، خلى الشجرات اسم صار مرفوع بالضمة، ومورقات تنوين الكسر. دائما خلوا بالكم، احنا قلنا لكم اذا كانت نكرة تخلون تنوين الكسر، اذا كانت نكرة ما اضيفت الى معرفة اخلي تنوين الكسر. زين، يصبح الرياضيون نشيطين. شوفوا يبقى النون، شلون اميز النون؟ النون المفتوحة اذا كانت مفتوحة يعني معناها شنو؟ معناها جمع مذكر سالم، واذا كانت مكسورة يعني معناها مثنى. زين، خلوها ببالكم. وايضا اذا ما شفتوا تشوفون على الياء موجودة سكون، هذا بالمثنى. زين، ظل العراقي مثالا للصبر والإيثار. شوفوا ظل العراقي مثالا، هاي مبتدأ وخبر، وللصبر جار ومجرور، وواو حرف عطف، هاي ما ماخذيها، والإيثار اسم معطوف. نجي هسه هنا نقول الحل التمارين صفحة 26، يقول عين كان وأخواتها في الجمل التالية، ثم بين اسم كان وخبر كان، واذكر علامة إعرابه واسمهما. أول شيء نقول؟ نقول عين كان وأخواتها، نقول كان وأخواتها، كان وأخواتها، والنوبش عندنا عين كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها، أعرابه أو اسمها، خبرها، وشنو أعرابه. زين، نجي صار الجو جميل. صار ما قال لي شي فيد. اسم كان هو الجو، اعرابه اسم كان مرفوع بالضمة، واذكر علامة اعرابه، يريد علامة اعرابه، يعني علامة، ما قال لي السبب، اقول الضمة. خبرها منه جميلا، اعرابه الفتحة، علامة اعرابه. زين، أجعل الجملة الثانية، أمست أمسى التلميذتان، شنو الألف لأنه مثنى، مجتهدتين الياء. زين، مجتهدتين. أجي باتت ثلاثة، باتة الممرضات الضمة، ساهرات هذا خبرها، الكسرة بدل الفتحة. زين، هذا التمرين الأول. نجي على التمرين الثاني، يقول احذف كان وأخواتها من كل جملة فيما يأتي وغير ما يلزم تغييره. بات الحارسان يقظين في المعمل. فش اقول؟ احذف باتة، شو اقول؟ اقول الحارسان شبيهم يقظان، في المعمل. شوفوا ارجع الالف مالت المثنى. اضحت النساء متعلمات في وطننا. احذف اضحت، اقول النساء متعلمات، باعوا تنوين هذا ليش؟ لأنها نكرة، في وطننا. ظلت الحضارة الإسلامية مصدرا لحضارات العالم. ظلت، أحذف ظلت، أقول الحضارة الإسلامية مصدر، باعوا مصدر، وأكمل الجملة. بالنسبة باعوا، خلوها ببالكم أيضا، إذا شفتوا ألف ولام والجملة والكلمة وراها ألف ولام فهي ما تعتبر خبر إلها. يعني مثلا جاء مثلا الطالب محمد، مثلا الطالب محمد الطالب، أو هيك الطالب المجتهد، ف
فهذه الكلمة مثل الحضارة الإسلامية هذه ما تعتبر خبر. خلوها ببالكم، الخبر هو من هو مصدر، فانتبهوا على هذه. يعني إذا شفتوا ألف ولام هنا الكلمة والكلمة الثانية وراها ألف ولام ما تعتبر خبر للكلمة الأولى. أصبح العلم طريق الحياة، شوفوا أصبح أشيلها أقول العلم طريق. ليش ما أخلي تنوين؟ لأن معرف بالإضافة، لأنه معرف بالإضافة، نكرة أضيفت إلى معرفة. التمرين الثالث يقول املأ الفراغات التالية بما يناسبها وأضبط اسم كان وأخواتها وخبرها بالشكل. يعني خلي الحركة، كان الجو صافيا، بات المواطنون مخلصين، نايا مخلصين مخلصين في العراق، ليس الطالبان مقصرين في أداء واجبهما، أمست الأمهات فرحات بنجاح أولادهن، كن مخلصا، شوفوا كن هنا فعل أمر، كن مخلصا في أداء واجبك. يعني مرات كن هي بس كن، البقية صعبة أنه أو صر مثلا، كن صر اللي هي الفعل الأمر من صار، بينما أصبح أمسى صعب أنه نخلي منهم فعل أمر. زين يقول أدخل كان وأحدى أخواتها على الجمل التالية وغير ما يلزم تغييره. الجيش سور الوطن، فش أقول؟ أقول أضحى الجيش سورا فعو للوطن. زين العراقيون مستعدون للتضحية، ظل العراقيون مستعدين، وأكمل البقية، للتضحية في سبيل بناء الوطن. المسافرات إذا يحكي عن جمع مؤنث سالم أخلي تاء التأنيث الساكنة للأخوات كان. المسافرات منتظرات، باعوا منتظرات القطار، فصصر منتظرات القطار، ما نخلي تنوين الكسر، ما نخلي تنوين الكسر لأن أضيفت إلى معرفة. النظافة صحة للجسم، أقول كانت لأن مؤنث، أو أقول بعد إش عندي صارت، أضحت إحنا إش عندنا بعد من أصبحت، فنقول كانت. النظافة أو ما نستخدم كانت لأن التعبير، نقول خلينا نقول أصبحت النظافة صحة للجسم. للجسم زين، هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على التمرين اللي وراء، يقول بين معاني كان وأخواتها في الجملة التالية ثم استخرج اسمها وخبرها. بين معاني كان وأخواتها في الجملة التالية ثم استخرج اسمها وخبرها. يقول كان سد المأرب أول سد في التاريخ، انتبهوا على هاي الجملة. فأنا ايش راح أسوي؟ راح أطلع أقول بين كان معاني كان وأخواتها ثم استخرج اسمها وخبرها. أقول كان وأخواتها هنا معناها اسمها، بس اطلع اسمها وخبرها. نجي على الجمله الاولى، كان والله كان هاي معروفه معناها، تفيد التوقيت في زمن الماضي. الماضي زين، اسمها اسمها شنو؟ سد ومأرب، يعني سد. تبوا هاي شوية كلمة مهمة، أولة وين الخبر؟ أولة زين. ليش ما أخذت مأرب؟ لأن مأرب اسم علم وسد نكرة أضيفت إلى معرفة. تبوا نكرة أضيفت إلى معرفة، نكرة أضيفت إلى معرفة، فهذا مضاف إليه. وأول سد، وأول سد، شوفوا أول هنا اسم خبر، خبر كان. زين أجي، ليست الخيانة صفة حميدة، أجي
ليست ليس، شو تفيد النفي؟ ليس تفيد النفي. شنو الثانية؟ الخيانة، اسمها الخيانة. خبرها وين؟ خبرها صفة. حميدة ترى صفة، حميدة صفة فما له علاقة، بس لو أحذف حميدة أقول ليست الخيانة صفة، الجملة تامة المعنى، يعني مو ما لها دخل بالخبر. صار الرياضي صار، تفيد التحويل، الرياضي نشيطا. زين نجي هنا، أضحى الضيفان مسافرين، أضحى شو تفيد؟ توقيت في الضحى. الضيفان فيهم مسافرين. زين نجي تمسي بغداد شعلة مضيئة. بغداد تمس، أولا أمسى، تمسي توقيت في المساء، اسمها بغداد، خبرها شعلة، هم نفس الشيء شعلة مضيئة ترى صفة، إذا أحذف مضيئة أقول تمسي بغداد شعلة، الجملة تامة المعنى. نجي على مثال في الإعراب، إحنا قلنا بما أنه كان نعربها فعل ماضي ناقص يدخل على المبتدأ والخبر، وإذا أجدتي بالمضارع نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ونكمل وياها تدخل على المبتدأ والخبر، ترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها. القمر اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وساطعا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نجي هنا نعرب بات الطبيبان ساهرين، بات الطبيبان ساهرين، فنكتب بات بات، نقول بات شنو إعرابها؟ فعل ماضي ناقص يدخل على المبتدأ والخبر، يرفع الأول اسما له وينصب الثاني خبرا له. زين نجي عندنا شنو؟ الطبيبان أعربها، اسم باته مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ساهرين خبر كان، خبر باته منصوب وعلامة نصبه الياء، انتبهوا، لأنه مثنى. شوفوا هنا نصب الياء وهنا نصب رفع الألف. أجي على الجملة الثانية، يظل، شو أقول؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأقدر أقول يدخل على المبتدأ والخبر، فيرفع الأول اسما له وينصب الثاني خبرا له. عندي بعد منو؟ المخلصون، اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. محترمين خبر ظل منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. زين هذا كل ما موجود أعزائي الطلبة في المبتدأ والخبر. لا
لا تنسون انه المبتدا والخبر يدخل اخوات كانت تدخل على المبتدا والخبر ترفع الاول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها. وقلنا دائما احيانا يجي خبرها يا اما يجي فعل احيانا، مثل مثلا قلنا مثال مثل كان المقاتلون مثلا يتدربون في ساحات القتال، مثلا يتدربون في الساحة، فيتدربون هنا هو خبر جملة فعلية، أو يكون شبه جملة جار ومجرور يعني جملة اسمية، مثل الكتاب كان أصبح الكتاب أو ظل الكتاب على المنضدة، ظل الكتاب على المنضدة، فعلى المنضدة هي خبر كان، وهاي يعني يجيبوها أحيانا مرة أو مرتين بالامتحان. لهنا أعزائي الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.